رجعنا تاني اعزائي المشاهدين في نهايه الكوارتر الرابع واحداثه الاخيره والفصل الاخير في كاس السوبر سيدات الثاني في تاريخ كره السله النسائيه في كلاسيكو كره السله النسائيه ايضا ما بين الاهلي وسبورتنج. 71 سبورت 57 الاهلي والحيازه اهلاويه ايتالي لوكاس رنيم جداوي نادين سلعوه نور علي طلعت فريد وائل ده خماسي النادي الاهلي لوكاس وافتتاح اولى النقاط ما بتنجحش في التسجيل وتوصل على طول على السكند شوت عشان تقص شريط افتتاح الكورت الرابع فريد وائل بنقطتين. مونيك ريد وصل لوحدها خالص معهاش حد وتنجح على طول في معادله النتيجه توسع الفارق الى 12 14 نقطة. فريدة وائل تاخد سكرين لنور علي طلعت يتهلي لوكاس لوكاس والبنتريشن لوكاس من البيز لاين تاخد الفاول من منار ايهاب ورميتين حرتين ياتوا معه. لوكاس 20 نقطة في احداث الكوارتر في احداث المباراة اوتسايد لصالح النادي الاهلي عفوا انا قلت تو شوتس لكن هي اوتسايد يتهلي لوكاس طلعت الكورة نور علي طلعت الشوت 3 بوينت لسه بدري على الكلام ده لازم نخلص الانسايد الاول وادي قطعت وعدلت على طول وسلمت على الفاست بريك لنادي رنيم جداوي ونقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. مونيك ريد لازم حد يضغط عليها من نص الملعب سلمت لريم موسى ريم 61 73 12 نقطة فارق لصالح نادي سبورتنج. هل هيحصل الكامباك؟ إن شاء الله يحصل الكامباك لصالح النادي الأهلي. مونيك ريد لمنار إيهاب مونيك نضغط عليها لازم نضغط عليها نور آخر أربع ثواني في الـ 24 ثانية شاطة مونيك إير بول هنا الريباوند وصل للنادي الأهلي نادين سلعوة بالباص يا نادين تتخطفت منها وبتروح لمنار إيهاب وبتنجح في تسجيل نقطتين نقطتين لسبورتنج يعني كان افضل انها من غير الدريبل تسلم على طول بالباص لوكاس وميديام لوكاس شاطت ما نجحتش في التسجيل لسه الكره عند النادي سبورتنج لبصتها بصه حلوه قوي اسرار ماجد وطلعت الفص بريك لمنار ايهاب وبتنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي سبورتنج. فريده وائل قررت تخترق طلعت للوكاس اللي هوشت وحاول تخترق مره ثانيه هتسلم لفريده لكن باص كده اي حاجه من ورا الظهر ما بتلحقهاش فريده وائل واوت سايد لصالح نادي سبورت. ريم موسى كره مع نادي سبورتنج لاسرار ما لا لسه مع الكره معاه ريم اللي وقفت وشاطت ما نجحتش في التسجيل رنيم جداوي على طول بتلم وبتطلع بالفاص بريك نجرق نقول بالباص احسن بلاش دريبل كتير. سلعوه لنور علي طلعت هوشت وصلت سلمت لرنيم جداوي حلوه قوي وتنجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي الاهلي. ريم موسى ماسكه الملعب مع ايتالي لوكاس لمنار ايهاب منار قررت تخترق وصلت فعلا نجحت في تسجيل يعني باسكت سهل قوي لازم الاهلي يضغط اقوى من كده لازم دفاعاته تبقى اشرس من كده. سلعوه قررت تخترق وترد سريعا وتنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. ريم موسى وادي فريده وائل بتحاول تقطع لكن توصل لمونيك ريد راحت مونيك ريد لكن ما بتنجحش في التسجيل تلم تاني فين الريباوند يا جماعه فين الريباوند يا جماعه فين الناس اللي بترجع؟ تغيير في صفوف نادي سبورتنج خرجت مونيك ريد ونزلت نادين ياسر مونيك ريد فاولين وارتكبت فاولين حتى هذه اللحظات و10 نقاط نجحت في تسجيلهم. ايتالي لوكاس بصة كده اي حاجه لكن تلحق فريده وائل فريده والارتكازات طلع الكيك اوت ليه؟ فريده تاني لكن تخطف في السكه على طول وتجري في فص بريك منار ايهاب وتنجح في تسجيل نقطتين تايم اوت على طول يطلبه كابتن علي هاشم لتعديل صفوفه 65 الاهلي 83 سبورتو تايم اوت نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم.
هرجع تاني للفلاش، فلاش للاخر، وبص تحت ومشي الكرة بسرعة. محدش يحط الكرة عشان هما بجد بيفتتهم بتجري لحد الاخر في ثانية. تايم اوت اللي طلبه الكابتن علي هاشم، خماسي الاهلي تالي لوكاس، نادين سلعوه، فريده وائل، رنيم جداوي، نور علي طلعت، اما خماسي نادي سبورتنج، نادين ياسر، هاجر عامر، اسرار ماجد، منار ايهاب، وريم موسى. الكره اهلاويه في حيازه النادي الاهلي، لوكاس تمسك الملعب. 6 دقائق 30 ثانية على انتهاء احداث الكورت الرابع والمباراه. لوكاس ليه فريده وائل، لسه معاه الكوره فريده، سلمت رنيم الجداوي، الناحيه الثانيه على طول ليه سلعاوي للوكاس، الشوت 3 بوينت تنجح في تسجيل 3 نقاط، 68 83 لصالح نادي السبورت. ريم موسى عدي بملعبها لهاجر عامر، ضغط عليها رنيم جداوي، تسلم ليه ريم موسى مره ثانيه، تاخد السكرين منها والبيك اند رول، لكن قررت تخترق، تسلم لنادين ياسر اللي بتحاول تباصي لكن تسيطر على كرتها في الثواني الاخيره، وتنجح في تسجيل 3 نقاط واستعمال اللوحه، وتسجل 3 نقاط لصالح نادي سبورتنج. نادي سلعاوه 68 86 لصالح سبورتنج. فريده وائل اللي وصلت لكن ما بتنجحش في التسجيل، تحاول معاها رنيم جداوي لكن كرة تقع منها وتطلع اوتسايد لصالح نادي سبورت. اوتسايد سكندري ريم موسى، 5 دقائق 25 ثانية على انتهاء احداث الكرة الرابعة والمباراة. هاجر عامر اللي لقت نفسها شاطية فاضية لكن بتشوط 3 بوينت وما بتنجحش في التسجيل. نادين سلعاوة تلم وتقف وتشوط لكن بعيدة قوي، تنجح هاجر عامر في الديفنسيف ريباوند وتسلم لها لريم موسى. ريم بتحاول تعدي، عدت فعلا، سلمت لمنار ايهاب اللي بتجري على الفاست بريك وبتوصل لكن ما بتنجحش في التسجيل، تلم على طول كده وتخبط في ايديها فريده وائل وبتطلع اوتسايد لصالح نادي سبورتنج. هاجر عامر من سبورتنج استلمت الكوره، سلمت لمنار ايهاب، منار لسه، منار اختراقات، منار بصت لنادين ياسر لكن نادين ياسر ما فهمتش الكره وبتطلع اوتسايد تاتش بول على نادين ياسر. اوتسايد اهلاوي، ضغط نادي سبورتنج، ايتالي لوكاس تطلع بالملعب، لوكاس معاها ريم موسى، لوكاس لسه الكرة محتفظة بيها، سلمت ليه فريدة وائل على 3 بوينت تنجح في تسجيل 3 نقاط. فريدة وائل، فريدة اللي نجحت في تسجيل 3 نقاط، 15 نقطة فارق لصالح سبورتنج، 4 دقائق لسه في وقت. هاجر عامر ليه نادين ياسر لمنار ايهاب، لقت الطريق فاضي، وصلت راحت يعني بمنتهى السهولة جدا، محدش مقابل، تنجح في تسجيل نقطتين. وادي باصة لكن تسيطر عليها نور علي طلعت اللي اخترقت لكن بترتكب معاها خطأ شخصي، اللاعبة رقم 4 منار ايهاب ورميتين حرتين لنور علي طلعت. نور على تنفيذ الرمية الحرة الأولى، ما نجحتش في التسجيل، منار ايهاب تاني الأخطاء الشخصية. وادي نور علي تنجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية. ريم موسى تجري بملعبها على طول، هاجر عامر لكن ارتكب معها خطأ شخصي من قبل فريدة وائل رقم 14، فريدة تاني خطأ شخصي عليها، عندها خطأين شخصيين واوتسايد لنادي سبورتنج. هتطلع اسرار، اسرار لريم موسى
ريم بتاخد السكرين وبتسلم لكن تقطع في السكه فريده وائل وتجري على الفاست بريك. فريده واحد على واحد وصلت لكن نجحت في انها تاخد خطا شخصي، كان نفسي في الكاونت والاند وان، الكاونت والاند وان، لكن خطا شخصي على ريم موسى. خطا الشخصي الثالث على ريم. فريده وائل 8 نقاط احرزتهم في احداث هذه المباراه، 3 دقائق 57 ثانيه 88-72. فريده وائل على تنفيذ الرميه الحره الاولى، لم تنجح في تسجيل الرميه الحره الاولى. فريده وائل ايضا على تنفيذ الرميه الحره الثانيه، نجحت في التسجيل. ريم موسى من سبورتنج 3 دقائق 55 ثانيه اعزائي المشاهدين على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. ريم موسى لسه الكره معاها، ريم بيسلمت نادين ياسر، اوبن شوت على 3 بوينت ما بتنجحش في التسجيل. رنيم جداوي على طول بتلم الريباوند وبتطلع بالفاست بريك لنور علي طلعت وبتوصل وبتنجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي الاهلي. اسرار ماجد من نادي سبورتنج 74-88. اسرار معاها فريده وائل، سلم لريم علي، ريم موسى تحت الباسكت هاجر عامر، لفت راحت ايربول لمت على طول فريده وائل بالباص، يا فريده فعلا طلعت بالباص، جرت على طول نور علي طلع نور للوكاس، لوكاس هوشت على 3 بوينت، لوكاس اون فاير بتسجل 3 نقاط انت للوكاس، لكن كابتن عمرو زاهد بيقول انها اتحسبت باثنين فقط لانها لمسه اللاين. تايم اوت لكتبه كابتن حورس المدير الفني لنادي سبورتنج، نسمع تعليمات التايم اوت ونرجع لحضراتكم مرة تانية. اسم رنيم نورة لوكاس نصر فريدة وائل السرعاوي خلاص مش 10 بوينت دلوقتي؟ هروح الناحية دي عايز استجر سكرين هنا لوكاس لعبت انا بيتش باص السايد ده الراجل ده ينزل في الكورنر، الراجل ده هيلعب 1 و 1 خلاص بتكون مان جيم مع الديفوت اللي جوه فريده وائل انت معاك الكوره السنه هتلعب 1 و 1 اوكي لوكاس استجر هنا تمام يا جماعه دقيقه واحده هم قاعدين بيعملوا انتهى التايم اوت اللي طلبه كابتن حورس ونرجع للمباراه مره ثانيه والحيازه لنادي سبورتنج. كأس السوبر المصري ما بين سبورتنج والاهلي او الاهلي وسبورتنج، ضغط النادي الاهلي ليس امامه سوى الضغط اوتسايد. كابتن نانسي قالت سبورتنج ثم رجعت قالت الاهلي، كابتن عمرو زاهد حسم الموضوع وقال خلاص سبورتنج. ضغط النادي الاهلي، ريم موسى من سبورتنج لسه معاه الكوره، ضغط عليها نادين سلعاوة. ريم سلمت لهاجر عامر، خدت سكرينات لنادين ياسر، نادين من سبورتنج لاسرار ماجد، اسرار لسه معاها الكرة، اسرار عدت معاها رنيم جداوة قطعت لها نادين ياسر سهلة قوي لكن الكرة ما جاتش، حاول تلحق لوكاس لكن اوت سايد على النادي الاهلي. جدد زمن الهجمة 14 ثانية، تغيير في صفوف السبورتنج، هلا مصطفى هتنزل تخرج نادين ياسر من سبورتنج اوتسايد لسبورتنج 2:41 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. هلا مصطفى في اول استلام ليها بعد النزول لاسرار ماجد لكن هنا خطا شخصي على فريده وائل من النادي الاهلي، خطا شخصي على فريده وائل اوتسايد لصالح النادي الاهلي، عفوا صالح نادي سبورتنج. استلمت ريم موسى خدت السكرين حاول تعدي على مصطفى لكن تقطع في السكه نور علي طلعت و
يعني هو في اعتراض كده يعني كابتن نانسي ايمن تدي لكرة الاهلي وبعدين ترجع للسبورتنج والعكس، لكن خلاص هي حسمت قرارها بان الكره للسبورتنج. اخر خمس ثواني في 24 ثانيه، منار ايهاب تشوط على 3 بوينت، لكن اير بول على طول تروح الكره لصالح النادي الاهلي. ايطالي لوكاس هتستلم، تبدا الهجمه لوكاس في دقيقتين و20 ثانيه على انتهاء زمن احداث الكوارتر الرابع والمباراه. فريده وائل عدت فريده مستنيه لوكاس، لوكاس استلمت فعلا معاها ووصلت شاطت لكن بتعمل لها بلوك، تلم على طول هاجر عامر فص بريك على طول لمنار ايهاب 3 على 2، وصلت منار بشمالها منار اوتسايد على منار اوتسايد على نت سبورتنج. فريده وائل لازم هنا السرعه شويه، 77 88 لصالح نادي سبورتنج. فريده وائل عدت فريده بنتريشن، فريده وصلت طلعت الكيك اوت، تعرف السكه منار وتعمل الستيل وفص بريك من نادي سبورتنج 2 على 1. منار ايهاب بشمالها تنجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي سبورتنج. سلعوه تستلم تطلع هي بالملعب، نادي سلعوه للوكاس، لكن هنا كابتن عمرو زاهد قال ايه؟ قال مخالفه المشي بالكره على لوكاس. ووكينج او ترافلينج على لوكاس، تغيير في صفوف نادي سبورتن، خرجت هاجر عامر ونزلت مونيك ريد. ريم موسى عدت وسلمت لمونيك ريد ليه؟ لكن تعمل ستيل، وهنا ان سبورتسمان لايك فاول على هلا مصطفى اللي اعترضت رنيم جداوي بخطا شخصي، وان سبورتسمان لايك فاول ورميتين وحيازه لصالح النادي الاهلي. رنيم جداوي على التنفيذ رميتين الحرتين في اخر دقيقه 21 ثانيه على انتهاء زمن احداث الفتره الرابعه والكورت الرابع والمباراه. رنيم جداوي تنجح في تنفيذ الرميه الحره الاولى. ونجحت ايضا رنيم في تنفيذ تسجيل الرميه الحره الثانيه والحيازه اهلاويه 79 90 دقيقة و20 21 ثانية على انتهاء احداث الكورت الرابع والمباراة. رنيم جداوي استلمت دور على لوكاس، سلمت لوكاس، لوكاس اللي عايزة تشوط او 3 بوينت، لسه كرة معاها لنور علي طلعت، نادين سلعوة لوحدها لنور، نور على الاوبن شوت 3 بوينت ما بتنجحش في التسجيل، تلم على طول فريدة وائل على السكند شوت وتحاول لكن ما تجيش. رنيم جداوي تنجح في السكند شوت انها تجيب، لا ما تجيبش، لكن ارتكب معها خطا شخصي ورميتين حرتين لصالح نادي الاهلي. خطا شخصي على اسرار ماجد، خطا الشخص الثالث على اسرار، ورنيم جداوي على التنفيذ. رنيم 16 نقطه استطاعت تسجيلهم في احداث هذه المباراه، ودي النقطه 17. رنيم جداوي سجلت الرميه الحره الاولى ونجحت في تسجيل الرميه الحره الثانيه. دقيقه الفرق الى 8 نقاط، ممكن نشوف الريمونتادا، ممكن نشوف الريمونتادا، ليه لا؟ كل شيء في عالم كرة السلة جائز. لكن ريم موسى سلمت لهلا مصطفى اللي فاضية، سلمت لمونيك ريد، مونيك 50 ثانية، قطع شخصي على نور علي طلعت بأوتسايد على النادي الأهلي. اوتسايد لسبورتنج، ريم موسى استلمت خدت السكرين، لسه الاهلي معاه دفاعاتها قويه، هلا مصطفى اللي وصلت ونجحت في تسجيل نقطتين 40 ثانيه على انتهاء احداث الكورت الرابع والمباراه. ايطالي لوكاس، لوكاس لسه الكره مع لوكاس، خدت السكرين عدت لوكاس، سلم رنيم جداوي تحت الباسكت ومعاه مونيك ريد، السيمي هوك من رنيم على السكند شوت المرة الثانية تنجح في تسجيل نقطتين. مونيك ريد هتطلع الاوت 25 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. تسع نقاط فارق وخطأ شخصي على رنيم جداوي، أو عفوا على نادين سلعوة، خطأ شخصي على نادين سلعوة. 22 ثانية على انتهاء زمن المباراة، 83 الأهلي 92 سبورتنج، رميتين حرتين لريم موسى. روح روح روح.
ريم موسى على تنفيذ الرمية الحرة الأولى ما بتنجحش في التسجيل. تظل النتيجة كما هي 22 ثانية 9 نقاط فارق لصالح سبورتنج. وادي الرمية الحرة الثانية ريم موسى تنجح في التسجيل توسع الفارق إلى 10 نقاط. استلم رنيم جداوي عدت رنيم لناديه سلعوة عوة واختراقاتها وصلت ضيقت الفارق إلى 8 نقاط 14 ثانية على زمن الهجمة على زمن المباراة. هنا الأوت سايد مين؟ هنا الأوت سايد أهلاوي بعد ما طلعت هالة مصطفى 8 نقاط فارق 13 ثانية على انتهاء زمن أحداث الكوارت الرابع والمباراة. سيطرت على طول رنيم جداوي اللي ادت للوكاس شوت 3 بوينت لمت على طول فريدة اللي ما حظها وحش ما بتنجحش في تسجيل نقطتين. لوكاس اللي وقفت شاطت ما نجحتش في التسجيل وتأتي معها انتهاء أحداث الفترة الرابعة والكوارت الرابع والمباراة بفوز نادي سبورتنج 93-85. مبروك نادي سبورتنج هارد لك لبناتنا بنات النادي الأهلي. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة والمشاهدة. كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع وإلى الاستوديو والزميل العزيز هيثم السعيد وضيوف الكرام إليكم الميكروفون.